والسكينة من صفات عباد الله عز وجل الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، وقال عز ذكره: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والوقار والسكينة معنيان متقاربان وصفتان محمودتان على المسلم أن يتخلق بهما. فالوقار هو ما يكون في هيئة الشخص، بحيث لو رآه الإنسان راعى عليه الوقار والهيبة والاحترام والتقدير. والسكينة هي ما يكون على الجوارح من خشوع الجوارح، سواء في العبادات أو عدم تحركها الكثير في غير العبادات كالصلاة. فالوقار والسكينة معنيان متقاربان، وهما صفتان محمودتان على المسلم أن يتخلق بهما. قال رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق الثناء على عباده المتقين، فمن صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. ومعنى أنهم يمشون على الأرض هونا أنهم يمشون بوقار وسكينة وعدم تكبر وعدم ترفع، فهذا من صفات عباد الله. قال: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون، الجهل ضد العقل وضد الحلم والأناة، والمراد به هنا الجهل الذي هو ضد الحلم والأناة. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد أنه يقول لهم سلاما كما هو نص الآية، يعني يقول لهم سلاما. والقول الثاني وهو الأقرب أنه يقول لهم قولا يسلم به من شرهم، يقول لهم قولا يسلم به من شرهم، وليس معنى ذلك أنه يقول لهم سلاما بهذا اللفظ، وإنما يقول قولا يسلم به من شرهم، أيا كان هذا القول. المهم أنه يكون قولا يندفع به الشر. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: اللهوات جمع لهاه، وهي اللحمة التي تكون في أقصى سقف الفم. المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قدر عظيم من الهيبة والوقار والسكينة، وإذا أراد الضحك تبسم تبسما، كما تقول عائشة: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى منه لهواته، وإنما كان صلوات ربي وسلامه عليه يتبسم تبسما. وذلك لأن الضحك والقهقهة تفقد الشخص الهيبة والوقار، وهذا هو الغالب. أما إذا كان الإنسان يتبسم تبسما فإن هذا محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خلقه، وهو التبسم. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا بأس الإنسان أن يضحك، ولكن لا يكون هذا هو عادة له، ولا يصل الأمر إلى القهقهة الكبيرة الكثيرة التي تكون في مجامع الناس. ولكن لو كان الإنسان يضحك، وإن كان ضحكا كبيرا بين أهله وخاصة أصحابه، فإن هذا لا يفقده الوقار والهيبة، لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يضحكون. ولكن المراد أن الإنسان لا يكون ديدنه الضحك. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب، لأن الأصل في الإنسان أن يكون جديا، لأنه ما خلق عبثا ولم يترك هملا. ولكن لا مانع أن يضحك أحيانا وتبسم أحيانا، بل التبسم محمود، ولكن كثرة الضحك هو المنهي عنه، وهو الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد جاء في بعض الحديث أنه ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا أقصى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك، أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن ترى لهاته صلوات ربي وسلامه عليه، فإن هذا لم يرد عنه، ولم ترد عنه القهقهة أبدا، لأنها خلاف الوقار والسكينة. الباب الثاني باب الندب، يعني استحباب إتيان الصلاة والعلم ونحوهما
بالوقار والسكينة. هذا الباب تكملة للباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب الوقار والسكينة عموما، أن يكون الإنسان على وقار وعلى سكينة في كل أحواله، ولكن عند الصلاة وعند حضور مجالس العلم أو غيرهما من العبادات فإن الوقار والسكينة يتأكدان. ولذلك جاء النص صريحا في الصلاة خصوصا كما سيذكره المصنف رحمه الله. قال: قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل استدلال المصنف رحمه الله على هذا الباب أن الإتيان إلى الصلوات والعلم ونحوهما من عبادات بالسكينة والوقار هو نوع من تعظيم شعائر الله. وهذا لو تأمله الإنسان، لو أنك ستأتي إلى رجل من الناس، ستأتي ستسلم على ملك من الملوك أو أميرا من الأمراء، هل تأتي إليه وأنت على هيئة الركض والسرعة أم تأتي بوقار وسكينة؟ ستأتي بوقار وسكينة، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فإنه سبحانه وتعالى أحق بأن يؤتى إليه بالسكينة، بالسكينة والوقار. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله، والصلاة هي أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة، إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا نص صريح أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فإنه لا يأتي يسعى، وإنه يأتي، والمعنى السعي أنه يأتي يعني مسرعا، وإنما يأتي وعليه السكينة والوقار. والمراد بالسكينة والوقار ليس هو مشية التماوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمشي تماوتا، وكان مشيه صلى الله عليه وسلم كأنه ينحدر من صبب، كأنه ينحدر من صبب، يعني مشيه بين الإسراع وبين التماوت. بعض الناس يمشي تماوتا ويظن أن هذا هو السكينة والوقار، وهذا ليس صحيحا، وإنما المشي الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشيه، كان يمشي بين الإسراع وبين التماوت كأنه ينحدر من صبب، صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي يأتي إلى الصلاة يعمد إلى صلاة، يعني يأتي إليها فهو في صلاة. ليس معنى ذلك أن له أحكام الصلاة من حيث عدم الكلام ووجوب الطهارة ونحو ذلك، ولكن هو في صلاة، أي أنه متجه إلى عبادة، وأنه مأجور في مشيه، وعليه السكينة والوقار، لأن هذا من تعظيمه لهذه العبادة التي سيأتي إليها. لذلك جاء النص صريحا في الصلاة خصوصا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، يعني المشي المعتاد الذي لا يكون تماوتا ولا يسرعا. وهذا فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن سماع أو إسماع الناس الإقامة وإن لم يكونوا في المسجد أنه من السنة، أنه من السنة، لأن بعض الناس يقول: لا تقيم الصلاة مثلا في المكبر، لا تقيم الصلاة في المكبر، لأن الإقامة للحاضرين. نعم، الإقامة للحاضرين، ولكن إسماع الناس الإقامة وارد في السنة، ويدل عليه هذا الحديث، لأن الذي يأتي وهو يمشي أو يسعى ليس في المسجد ومع ذلك يسمع الإقامة. لذلك استدل العلم على جواز الإقامة في المكبر بحيث يسمع الناس الإقامة حتى يأتوا إلى الصلاة. وأيضا جاءت أحاديث أخر أن الناس في خارج المسجد كانوا يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، كالصحابية التي حفظت سورة قاف من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ليست في المسجد ولكن تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهي في خارج المسجد. فهذا دليل أيضا على جواز إسماع الخارجين صوت الصلاة، وهذا مما يدل عليه هذا الحديث وذاك الحديث. والإقامة بالخصوص جاء في حديث، وإن كان فيه ضعف عن بلال، أنه كان يقيم في خارج المسجد أو في يعني في المكان المرتفع مكان الأذان، ثم يأتي ويلحق بالصلاة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بآمين. وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن يدل على معناه هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. فهذا دليل على إسماع الناس
اسمع الناس الصلاة، اسمع الناس لإقامة الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذه مسألة مهمة نذكرها عرضا، وهي أن الإنسان إذا فاته شيء من الصلاة، إذا فاته شيء من الصلاة، ركعة ركعتين ثلاث ركعات، هل ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ يعني الآن هذا المسبوق أدرك ركعتين، الركعتان اللتان أدركهما هل هما أول صلاته هو هذا المسبوق أو هو آخر صلاته؟ وهذا نستفيد من هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الذي يدركه الإمام المسبوق هو أول صلاته، ويترتب عليه بعض الأحكام، منها ماذا؟ القراءة مثلا، ترتب عليه قراءة الفاتحة مع سورة من القرآن كما هو السنة، وغير ذلك من الأحكام التي نقدر نطيل عليها. لكن المراد أن المسبوق إذا أدرك الصلاة فإنه يدرك أول صلاته هو. الدليل على ذلك هذا الحديث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى التي فيها فقضوا، فالقضاء لو لم تأتي هذه الرواية الإتمام لكان معنى القضاء أن المسبوق يدرك آخر صلاته ويقضي أول صلاته التي فاتت. ولكن الصواب في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقضوا، ففسر القضاء بالإتمام، فيكون المسبوق ما يدركه في الصلاة هو أول صلاته ثم يتم بقية الصلاة. آخر حديث في هذا الباب، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني في حجة الوداع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والبر المراد بها الطاعة، والإضاعة هو الإسراع. المراد في هذا الحديث أيضا من العبادات اللي جاء فيها النص بالأمر بالسكينة الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع في عرفة في حجة الوداع سمع صوتا وراءه شديدا وزجرا، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بصوته، يعني أن عليكم بالهدوء والسكينة، ثم قال بقوله، فأشار بفعله وقال بقوله من أجل تأكيد الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس البر بالإضاعة، يعني ليس من الطاعة والعبادة أنكم تسرعون، عليكم بالسكينة. حتى في هذا الموقف الذي الناس يريدون أن يعني يمشون في الحج ويقطعون الطريق، أمرهم بالسكينة، وذلك لأن السكينة في هذا الموضع من أعظم الأمور التي تسبب أمن الحجاج، لأن الناس لو كان لهم السنة الإسراع لتصادموا ولتقاتلوا، ولكن كان من السنة في هذا الموضع حال الدفع أن تكون الحالة هي السكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن فهذان البابان فيهما أمر بالوقار والسكينة عموما وفي العبادات خصوصا. هنا ننبه على مسألة نختم بها الكلام على هذا الباب، أن من أعظم الأمور التي ينبغي فيها السكينة والوقار حال التحدث بالعلم، حال التحدث بالعلم ينبغي للإنسان أن يكون على حال من الوقار والسكينة. يعني بعض الناس إذا ألقى محاضرة أو ألقى درسا أو نحو هذه يعني المجالات الدعوية تجده يقلب هذه الدعوة إلى مسرحية ضحك وغير ذلك من الأمور، وهذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة مقامها مقام الهيبة والوقار والسكينة، وليس مقامها مقام الضحك. لو جاء شيء عارض وكان منه تبسم أو نحو هذا ما في بأس، لكن أن تكون هذه المحاضرات ضحك وتنقلب هذه المحاضرات إلى مسرحيات فهذا من ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ابتلي به اليوم كثير من يعني المنتسبين للدعوة في وسائل الإعلام الحديثة والتواصل، تجده بعضهم يخرج بمقطع وهو حاسر الرأس، أو تجد عليه ملابس رياضة أو نحو هذه، ويلقي حديثا أو
موعظة ونحو هذا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ونقول مثل هؤلاء لا تنشرون لهم، لأن العلم مقامه مقام الهيبة والوقار. لو قلنا لهذا الشخص لو تدخل على أمير أو على ملك ستدخل بهيئتك هذه وأنت حاسر الرأس وأنت عليك ملابس الرياضة، قاطع سيقول لا. كذلك مقام العلم مقام الوقار والسكينة. فلا ينبغي لمن يعني يتصدر للدعوة ويتصدر إلى العلم ويحدث الناس ويعظ الناس أن يخرج بهذا المظهر، لأن هذا خلاف الوقار وخلاف السكينة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.